مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وجه إلى أهمية المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى مستدامة للدخل بما يؤدي إلى التكيف مع جميع المتغيرات. وأكد عاهل البلاد المفدى أبقاه الله على ضرورة المحافظة على مواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات والاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقق مردودا مجزيا للاقتصاد. في المعنى يتجلى الاستشراف والتشخيص الذي يأخذ البعد المستقبلي وتأخذ منه الأجيال سياقات الغد الأفضل في هذه المرحلة من عمل الحكومة والمواطن شراكة وتكاملا وحفاظا على المنجزات المحققة. وبين حيوية الجغرافيا وعزيمة الإنسان العماني تنقاد الأسباب نحو العمل المضاعف والإنتاجية المعززة للاقتصاد، كما تحتث الأدوار المطلوبة في استقطاب الاستثمار المدعم للدخل والموفر لفرص العمل، مع تمتع المحافظات بمقومات جاذبة لرأس المال تدثرها الطمأنينة والنهج العماني الثابت الذي يحظى باحترام العالم كله. يقول اقتصاديون إن اقتصاد المحافظات بحاجة إلى حالة تنظيمية تبدأ من تحليل الميزة النسبية لكل محافظة ومرجعية بيانية واضحة عن ماهية الاستثمار الحالي والفرص المتاحة ومعرفة مساهمة اقتصاد كل محافظة في الناتج المحلي. ويضيفون أن القطاع الخاص عليه أن يتخذ مواقعه من الآن بالمحافظات، فالمستثمرون من خارج السلطنة بدأوا في الإعلان عن مشروعاتهم كالذي كشف عنه أحد المستثمرين يوم أمس عن استثمارات بأكثر من نصف مليار ريال لبناء مجمعات تجارية في بوشر وصحار وصور. أرحب بضيوف هذه الحلقة سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، والدكتور أحمد بن علي المعولي المستشار والباحث الاقتصادي. أرحب بضيوف هذه الحلقة كما أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم. أعود إليكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في رؤية اقتصادية، ونتناول في هذه الحلقة المحافظات فرص جاهزة ومتحضرة للاستثمار. سعادة الشيخ، أبدأ من معك مباشرة. توجيه سامي كما تابعتم من عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمضي قدما، وهي مفردة تفيد الاستمرارية، تفيد المتابعة في إيجاد مصادر أخرى للدخل للتكيف مع جميع المتغيرات الراهنة. ما هي السياقات المضمنة لشكل العمل المطلوب من قبل الحكومة، المواطن، القطاع الخاص؟ شكرا جزيلا لأخ عبد الله، ويسعدني أن أشارك في هذه الحلقة ومن سلسلة رؤية اقتصادية. البرنامج الذي في الحقيقة يعني أصبح برنامجا مشهودا له، ويسلط الضوء على مكونات هذا الوطن ويوجه الاقتصاديين فيه. لا شك بأن جلالة السلطان ومنذ توليه يعني زمام الأمور في السلطنة ما فتئ في كل أحاديثه أن يحث المواطنين ويحث أيضا الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتوزيع التنمية. وفي كافة مراحل يعني عهد النهضة هو يشرف على هذه الجوانب بنفسه من خلال جولات السامية ومن خلال أيضا جلسات مجلس الوزراء وآخرها، يعني الجلسة في الأسبوع الماضي كان يحث ويؤكد على النهوض بالوطن والمواطن وتنويع مصادر الدخل، والكلمات السامية في مجلس عمان. والحقيقة أيضا هناك يعني أيضا من بزوغ النهضة هناك أيضا كثير من الصناديق والبرامج التي عملت للنهوض بالشباب وباقتصاد الأفراد وأيضا بتسهيلات للشركات، ولكن المسارات التي يجب أن يسير عليها النهوض باقتصاد المحافظات هو توزيع يعني الاستثمارات. وأتصور أن هناك خطى ثابتة بدأت يعني تعطي ملامحها، وأيضا يعني نراها على أرض الواقع مثل ما هو حاصلا في دقم وفي صحار وفي صور وفي صلالة. اليوم المحافظات حقيقة يعني نرى فيها النهضة والعمران والبنى التحتية جاهزة، يجب تسليط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج أو من خلال الإعلام، بحيث أنها تقدم كمدن يعني ومحافظات متحضرة، وأنه فيها أيضا يعني كافة التجهيزات موجودة. اليوم تعرف أنه في كل منطقة هناك يعني مخططات صناعية، وكل محافظة تتميز عن المحافظة الأخرى بميزة نسبية قابلة للاستثمار والاستدامة. يبقى معنا يعني الجانب اللي دائما نشتك منه الناس، وهو تسهيل الإجراءات. وأتصور أن هناك الآن يعني جهدا يبذل، وهناك يعني نرى ونسمع بأن فيه نية واضحة لتسهيل الإجراءات. يبقى الوقوف على تنفيذ هذه التسهيلات. هل اطلعتم من خلال على التنفيذيين يعني معينة سعادة الشيخ فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات من خلال الاجتماعات التنسيقية بينكم وبين مجلس الدولة؟ البارحة كان لديكم أيضا جلسة على مستوى المكتب استهدفت هذه الجلسة التطوير الاقتصادي بالتحديد. البارحة كان الحقيقة الجلسة هي يعني تقص نبض الواقع الحالي الاقتصادي يعني، وتعيش هموم هذا الوطن اللي هو أهم من هموم العالم. يعني نحن الآن في عمان جزء من هذا العالم، وتعرف أن عمان يعتمد على النفط يعني، وهناك حس مشترك بين المجلسين بحيث ما هي الجوانب التي يمكن أن يساهم بها المجلسين في يعني تقديم رؤى أو المساهمة في التقليل من التأثير بما في ذلك يعني بث الوعي لدى المواطنين حول تقبل هذا الأمر الواقع. لأنه يعني أحيانا أفراد ويعني تشعر أنت في يوم بين يوم وليلة أنت من غني إلى فقير يعني، وهذه أحوال الدنيا. يجب أن نحن دورنا أن أيضا نستوعب هذا الموقف، وأن نحث كافة المواطنين على تفهم الوضع. وهي إن شاء الله يعني عمان مرت بكثير من هذه الأزمات كما هو الحال في العالم. يعني نحن نشاهد الآن في التلفاز وفي قنوات التواصل وفي أيضا ومن خلال التقارير الدولية هي أزمة عالمية يعني لحقت الدول حتى الصناعية الكبرى يعني.
فعمان دائما تتعافى من هذه الأزمات بتكاتف أبنائها مع حكومتهم، وإن شاء الله نتوقع بإذن الله تعالى. ما ضرورة الأخذ بأسباب إيجاد بدائل أخرى للدخل بغض النظر يعني بسبب أزمة النفط أو مشكلة النفط أو يعني خلاف ذلك؟ لأن مسألة التنويع الاقتصادي أصبح مطلبا، لأن البنية الأساسية كما ذكرتم أصبحت جاهزة للاستثمار. مكرم حاتم جلالته أبقاه الله أكد على تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية التي ستنخرط في العملية الإنتاجية المستهدفة. ما هو المطلوب من الجميع لتحقيق هذه الغايات؟ ديوان البلاط السلطاني أطلق برنامجا طموحا مرتبط بصقل الكفاءات وتأهيل الكفاءات، سواء على مستوى الرؤساء التنفيذيين أو مستوى وكلاء الوزارات أو القياديين في هذه المواقع. المنظومة، اكتمال المنظومة فيما يتعلق برفع الكفاءات كيف يمكن أن يكون؟ في البداية نبارك لكم أخ عبد الله وفريق العمل في برنامج رؤية اقتصادية. نقلتكم النوعية بدءا من الأسبوع القادم في البث من المحافظات، وأعتقد أن هذه يعني خطوة ممتازة جدا ومهمة جدا ونحتاج إليها لنكون قريبين جدا إلى المواطن في هذه المواقع الاقتصادية المهمة جدا والتي نعول عليها الكثير في مشوارنا في التنويع الاقتصادي. فيما يخص السؤال، طبعا أعتقد يعني نحن أهم شيء في الإجابة على هذا السؤال هي مسألة الموائمة ما بين متطلبات القطاعات الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة، وهي خمسة: السياحة والصناعة والقطاع اللوجستي، الأسماك والتعدين، وما بين مخرجات التعليم. لأنه لو استطعنا، لأنه هذا مهم جدا، ماذا نحتاج من الآن ل2020؟ ما هي الكفاءات التي نحتاج إليها لرفض هذه القطاعات بالكفاءات المهمة جدا؟ البعثات إلى الخارج، كل هذه الأشياء يجب أن يكون هنالك ربط وتكامل وانسجام ما بين هذه القطاعات ومتطلبات الخطة. لربما نحن الآن لسنا بحاجة إلى مثلا شخص يدرس قطاع النووي مثلا أو تقنية النانو أو إلى آخره. إذا نظام التعليمي باحتياجات سوق العمل، هذه مسألة مهمة جدا، ونعرف ما هي احتياجات بعد أن حددنا القطاعات التي نحن بحاجة إليها والتي سنركز عليها لمدة 5 سنوات. فبالتالي علينا يعني جملة من الأشياء، منها طبعا التعليم وتخريج الكفاءات والعديد من البرامج، بحيث أنه يكون هنالك موائمة ما بين نحن بحاجة إليه في هذه القطاعات المهمة جدا، من قادة ومن مدراء عموم ومن استراتيجيين ومن مهندسين ورجال أعمال إلى آخره من احتياجات هذا السوق، عن طريق طبعا الاستشراف احتياجات وتقييم الوضع الحالي الآن. وعندما يعني نرى ذلك ونكون قد وإحنا قررنا أساسا المضي قدما في هذا النوع من التنويع، أعتقد سنستطيع أن نرفض هذه القطاعات بكفاءات ممتازة. هذه الكفاءات عندما تتحضر كيف ستسهم في تعزيز أداء الإنتاجية، وبالتالي ينعكس ذلك على أداء اقتصاديات المحافظات بالتالي؟ مهم جدا هذا السؤال. شوف، احنا اهم شيء يعني هذه الاستراتيجيات اللي جالسين نعملها من اجل خلق فرص عمل لابنائنا وشبابنا، وتوطين فرص العمل وايضا نرفدهم بكفاءات يعني نحن بحاجه اليها. احنا ما نطور قطاعات من اجل نجيب وافدين ليعملوا وخلق فرص عمل لهم. التحويلات وصلت 4 مليار ريال الآن. نعم، هذا فبالتالي هذه أحد طبعا الثقوب السوداء تقريبا في الاقتصاد اللي يسمى ليكج، يعني إنه في أموال تذهب إلى الخارج ونحن بحاجة ماسة إلى هذه الأموال. فبالتالي وجود هذه الكفاءات يعني العليا والمتوسطة إلى آخره، لا أتكلم عن المهن يعني الصغيرة، ولكن أتكلم عن يعني قادة هذه القطاعات يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية، ولا نضطر أن نجيبهم من الخارج. فبالتالي الموائمة هنا مهمة جدا في هذه القطاعات. وعملية دكتور أحمد، عملية بناء الكفاءات سيسهل عملية التعمين في المواقع المتوسطة والمواقع الإشرافية في مختلف حقول العمل بالقطاع الخاص، أليس كذلك؟ في البداية أود أن أشكركم على الاستضافة الطيبة للأخ عبد الله، والحقيقة أن هذا البرنامج هو يأتي كثمار، جزاكم الله ألف خير، كتلفزيون سلطنة عمان تبني وتنمية المحافظات، وهذا البرنامج هو دلالة على أن هناك وعي
لدى المسؤولين في الحكومة طبعا بأهمية المحافظات وأهمية تنمية المحافظات. وأعتقد أن هذه الانطلاقة اللي هي بتكون إن شاء الله في الرؤية 2040 طبعا هي بتكون تركز كثير على تنمية المحافظات. وكما شاهدتم اللي هي الخطة الخمسية التاسعة كان فيها برنامج كبير جدا على أساس دراسات عملت على أساس تنمية المجتمع في المحافظات. وفي نفس الوقت أعتقد هناك الكثير من الدراسات تعمل حاليا والخطط على أساس أن تنمية المحافظات، وهذا راح يتواكب كله مع طبعا مع الدول الإعلامي، في نفس الوقت يتواكب مع طبعا الرؤية 2040 نسمة، وفي نفس الوقت مع الخطة الخمسية التاسعة. كما تدرك أخي عبد الله كانت المحافظات أو كان النوع التخطيط الاقتصادي الإقليمي في السابق كان تركيزه معظمه على المحافظة مسقط بسبب حاجته وأنها هي بوابة عمان للعالم. لكن في الفترة الأخيرة وحتى في بداية الخطة الثامنة الخطة التاسعة تحول التخطيط الإقليمي إلى تنمية المحافظات. أعتقد في حدود يمكن الحين أكثر من في حدود 60% من الموازنة العامة الدولة أو بمعناتها اللي هي المشروعات الإنمائية والمشروعات البنية الأساسية كالطرق والمدارس وبعض هذا اتجهت من بداية أو في المنتصف الخطة الخمسية الثامنة إلى المحافظات. وهذا أكيد أنه راح ينعش المحافظات. وطبعا القطاع الخاص له دور أكيد له دور كبير في تنمية المحافظات، لأن بدون وجود دور القطاع الخاص ودور محفز ومستثمر القطاع الخاص هذا بيكون لا يد الحكومة والواحدة ما تتفق. لذلك أنا أعتقد أن وجود دور القطاع الخاص ووجود تنمية المجتمع نفسه سيساعد على تنمية المحافظات اقتصاديا. لأن كما تذكر الأخ عبد الله نحن الحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة من حيث البنية الأساسية كمدارس وطرق وبعض المستشفيات، والحمد لله أنه موجود الحال. أعتقد أن آن الأوان نتحول إلى التنمية الاقتصادية الإنتاجية إلى استقرار لإنشاء مجموعة مكونات اقتصادية في المحافظات حتى تساعد على موضوع التشغيل. هذا تعريجا لسؤالك، لتساعد على موضوع التشغيل والاستقرار مع المواطنين في محافظاتهم وإيجاد مناطق وأماكن للشغل في تلك المحافظات حتى يكون تخلق بيئة استثمارية وتخلق مع عوامل إنتاج المحافظة استقرار في مواطنين واستقرار اقتصادي في تلك المحافظات. نعم. طيب دكتور، القدرة الحالية للبنية الأساسية في المحافظات هل قادرة على استيعاب مشروعات استثمارية من الدرجة المتوسطة والكبيرة برأيك؟ طبعا أخ عبد الله أنا أكون صريح معك، والمحافظات بها قدرات ومكونات اقتصادية هائلة كمقومات نعم. وكقدرات اقتصادية، لكن الحين لحد الآن ما تم استغلالها بالاستقلال الاقتصادي الكافي. لذلك انت حتى من اين تكون البدايه برايك في البداية استغلال الاقتصادي؟ انت عندك معظم المحافظات فيها تعتبر فيها ميزه نسبيه. لذلك انا اعتقد ان عندما ننشئ المناطق الاقتصاديه ونعمل الخارطه الاستثماريه لمجمل المحافظات العمانيه، ومن ثم نعمل خارطه استثماريه جزئيه لكل محافظه استثماريه، في هذه الخارطه الاستثماريه انت رايح تدرس كل مكونات كل محافظه والميزه النسبيه لكل محافظه. لان انا اقول لك الاخ عبد الله، لا استطيع ان انا مثلا أوضع مجموعة أو قل مشاريع في محافظة والمشاريع تتكرر في محافظات أخرى. لذلك عندما تجد مثل المنطقة الداخلية تتكون بعندها بالمكونات البيئية والحضارية والثقافية، عندك البيئة مثلا محافظة ظفار الحقيقة منطقة سياحية واعدة جدا، لذلك عندك الباطن موضوع الصيد والسمك، عندك منطقة محافظة الوسطى. لذلك أنا أعتقد أن الخارطة الاستثمارية وتكوينها وتكوين الاستثمار هذا من الأشياء التي تساعد على تنمية المحافظات ناحية الاقتصادي. نعم. وأنا أعتقد أن آن الأوان التفكير الاقتصادي في المحافظات والإنتاج وتثبيت المواطنين في تلك المحافظات. نعم. سعادتك يعني الدكتور أحمد يتحدث من أن متطلبات النهوض باقتصاديات المحافظات يبدأ من رسم خارطة بالفرص الاستثمارية في كل محافظة في ضوء الميزة النسبية التي تتسم بها كل محافظة، وخاصة مع وجود تحديث إداري اليوم، مجالس بلدية، تنوع وثراء اقتصادي في مختلف المجالات يقود أو سيقود القاطرة الاقتصادية خلال الخطة القادمة. أنا أتفق مع الدكتور تماما، يعني أنه لابد أن توضع خارطة توضح يعني ميزة كل محافظة.
ثم أيضا نقترح أنه يعمل لكل محافظة ندوة، ندوة موسعة تستقطب فيها بيوت الاستثمار، بحيث أنها يعني تناقش فيها ويسلط عليها الضوء هذه المحافظة ما هي الأشياء اللي فيها. ويمكن نحن من خلال هذه الندوات أن يعني على الأقل أن يعني نسلط الضوء عليها، ثم نحصل على نوع من الترويج الاستثماري لها. في الجانب الإداري أيضا لابد أنه حان الوقت أن تفعل الإدارات المحلية في المحافظات، اللي هو دور المحافظين، دور المجالس البلدية. ما يصلح أن نحن كل شيء يعني نعمل إسقاطات مركزية من المحافظ من مسقط. لا يا أخي، اليوم بعد 45 سنة هناك يعني حان الوقت أنه يكون للمحافظات يعني نوع من الصلاحيات ونوع من التكامل، مزيد من الصلاحيات، مزيد من الصلاحيات، بحيث أنه يكون مثلا المجالس البلدية تفعل. وأنا أتصور هذا ليس يعني يمكن بغائب عن صناع القرار، مثل ما حصل في مجلس الشورى الدورة الثانية للمجالس البلدية. يعني تعتقد نرى صلاحيات ربما أكثر؟ توقعاتي هو هكذا، يعني سياسة جلال السلطان هي يعني التدرج. نعم. وأنا أتوقع أنه ستحصل نقلة في يعني في المجالس البلدية، وهذا شيء لابد منه. المجالس البلدية يعني ستعمل على تنشيط السياحة، وستعمل على أيضا تجميل المناطق، وستعمل على أيضا تفنيد الفرص. الجانب الآخر أيضا لابد أنه أيضا تفعل الشركات المحلية وتمنح فرصة الاستثمار، وأيضا تعطى نوع من الميزات، يعني من الميزات، بحيث أنه يعني نخرج نحن من دائرة الأفراد إلى أيضا نوع من الشركات المساهمة، اللي أنا أشعر أني في الداخلية أنا مشارك في هذه الشركة، وهي شركات نفع عام. نعم، يعني مثلا يعني كثير من الأشياء مثل الفنادق والمقاهي وباصات النقل، مراكز ترفيهية، والخدمات البلدية، النظافة، خدمات الصرف الصحي، يعني كثير من الأشياء، يعني الكسارات، معامل الإسمنت، كثير من الأشياء، يعني إدارات الحصون والقلاع وغير مثل في الداخلية، كثير من الأشياء للشركات ممكن تعملها. اللافت أن هناك يعني أكثر من 18 مليار ريال كودائع، يمكن تحويل هذه الميزة الورقية إلى خطوط إنتاجية في المحافظات تخدم اقتصاد المحافظات. يعني الوضع الاقتصادي عندنا، سيولة المالية في البنوك، يعني جالسين هم يبحثوا، يعني الآن في تضخم مالي معنا في البنوك، ولكن هذا لو يعني عملت آلية يعني بحيث أن يستثمر استثمار رشيد في تنمية الاستثمار المحلي، بدلا نحن مثل ما تفضلت يعني هناك مستثمرين من الخارج بيمسكوا قطاعات مهمة واعدة، وفي النهاية المواطن يقوم يلوم الحكومة ليش انتوا اعطيتوا فلانين فلانين. ثم انه مثل ما تفضلت 4 مليار التحويلات، من وين جت هذه المشكلة؟ نحن عندنا ايضا نبغى نقبض كل الاشياء، يعني ما يستوي انك انت لازم أما تتفرغ للتجارة ولا يعني تتفرغ للعمل الرسمي. نعم، مصادر البرنامج تعمل لك يعني نشاط، وفي النهاية تسلمه يعني وافد، والوافد بلا شك أنه ما بيكون ناصح حالك يعني. نعم. طيب مكرم حاتم، هل تعتقد بأن اقتصاد المحافظات ما زال يعاني من التجارة المستترة؟ هناك إشارة واضحة. لا، هذه مسألة أكيدة جدا، يعني ليس فقط في المحافظات ولكن بشكل عام في السلطنة. وأعتقد آن الأوان يعني نتخذ يعني خطوات نحو محاصرة التجارة المستترة. هي ظاهرة بصراحة منتشرة بشكل كبير جدا. ويعني أحد هذه الاقتراحات يعني وقف مثلا مسألة السجلات التجارية، لأنه يعني هنالك ظاهرة يعني عامة جدا وتنتشر بشكل كبير جدا، أنه أي موظف مثلا يذهب ويأخذ يستخرج سجلات تجارية بعيدة عن تخصصه وليس في حاجة إليها ويقوم بالتأجير. وبالتالي هذه الظاهرة أيضا تحدث عنها حضرة صاحب الجلالة وقال بأنها آفة يعني. فبالتالي يجب اتخاذ يعني خطوات ملموسة جدا، سواء كان نحن في مجلس عمان أو أيضا وزارة التجارة والصناعة، في تقنين ووضع عقوبات يعني رادعة والحد من ظاهرة السجلات الطائرة، يعني لأنه هذه تشكل يعني أحد أصعب
الظواهر والتي لا يمكن معالجتها سريعا، يعني لأن هي ظاهرة صار لها 40 عام، ولكن على الأقل بالنسبة للسجلات التجارية الجديدة وضع العديد من القيود عوضا عن يعني لابد أن تقنن بشكل أو بآخر. يعني بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى مئات السجلات يمتلكها شخص واحد، لكنها مسلمة إلى 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 أيدي عاملة وافدة. طيب المكرم حاتم، سعادة الشيخ علي يتحدث كفكرة عن أهمية عقد ندوات اقتصادية في المحافظات ربما تستهدف الترويج والتسويق للفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الاستثمار في المحافظات، كيف يمكن بلورة الفكرة لخدمة اقتصاديات المحافظات؟ شوف، أنا يعني شخصيا أسمي هذه المرحلة اللي احنا مارين فيها الآن مرحلة تضافر الجهود. فبالتالي الكلام اللي تفضل فيه الشيخ علي طبعا ممتاز جدا، ولكن يجب التنسيق مع أكثر من جهة بحيث أنه كلنا ماشيين نحو رؤية واحدة. يعني المجلس الأعلى للتخطيط الذي قام بالكثير من البحوث الميدانية في هذا المجال ويربط ما بين الخطة الخمسية التاسعة والفرص يعني أو القطاعات الواعدة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة ولها فروع في معظم المحافظات إضافة. فبالتالي لما نعقد يعني ندوات مثلا في محافظة الظاهرة أو في مسندم يكون هنالك نوع من التكامل ما بين مختلف الجهات، القطاع الخاص في هذه المحافظات أو من خارج المحافظات طبعا أيضا، يعني ونطلع منها يعني بتأسيس شركات مساهمة عامة، تأسيس يعني تحديد الفرص، دراسات الجدوى، الكثير ما يمكن أن يتمخض أن نتعرف على الفرص الموجودة في محافظاتنا المختلفة. مثلا محافظة مسندم من المحافظات يعني الاستراتيجية جدا في موقعها، ويمكن يعني تشكيل أشياء كثيرة هناك سواء كان في مجال السياحة، في مجال الترانزيت، التجارة، وهذه مسألة يجب أن نركز عليها، مسألة التجارة، لأنه نحن العمانيين بشكل عام يعني لنا مع السوق الخليجية، السوق الإيرانية التي بدأت الآن. طيب الدكتور أحمد، اليوم تتكشف أمور كثيرة للمحللين الاقتصاديين كما تابعتم، هناك جدوى اقتصادية كبيرة من الاستثمار في المحافظات بدليل المستثمر الخليجي الذي قرر بناء مجمعات تجارية في بوشهر، في صحار، في صور باستثمارات تقدر بأكثر من نصف مليار ريال. برأيك لماذا بقي رأس المال المحلي يعني إن صح التعبير غافلا عن هذه الفرص؟ طبعا الأخ عبد الله، أنا الحين أسمح لي أقول في هذا المجال أن نحن اليوم في السنوات الأخيرة كان اعتمادنا على البترول وعلى مصادر الدخل النفط، وحتى وصلنا إلى أكثر من 85% من دخلنا هو جاء متآتي من النفط. بحسابات بسيطة اليوم نحن النفط هو يمكن في حدود 15 سنة 17 سنة، ومن ثم ما ذهب. لذلك نحن يجب أن ننطلق، يجب أن ننطلق سواء إذا ارتفع النفط أو انخفض. نعم. الطريق يكون الطريق إلى التنويع الاقتصادي، التنويع الاقتصادي اللي هو الفعلي، التنويع الاقتصادي المنتج، التنويع الاقتصادي الموجه استغلال الميزات النسبية للسلطنة نفسها كالموقع الاستراتيجي نفسها كالخدمات فيها حتى المعادن. بس اسمح لي أنا أقول الحين حاليا أنك أنت حتى لو تستغل هذه الميزات النسبية للمناطق وتوضع الخرائط الاستثمارية وتوضع المناطق الاقتصادية، لا تغفل أهم حاجة في الموضع اللي هو الوجه الحضاري والوجه الثقافي والريفي والبيئي للمحافظات. للأسف أن بعض الأحيان أنت تجد في بعض الولايات في المحافظات تم تشويها بسبب عدم إدراك أهميتها العنصر البيئي والجمالي والريفي للمحافظات. لأن أنت اليوم عندك على سبيل المثال استراتيجية سياحية وقد أعلنت عنها في عام 2030، هذه على تقوم على أساس استغلال الميزة السياحية للمحافظات في السلطنة، استغلال الميزة الجمالية لولايات السلطنة كالريف. لذلك لكن نحن للأسف يجب المواطنين يعوا هذا الجانب، وأن عدم مثلا الإضرار
بالوجه الحضاري والثقافي والجمالي واستغلاله كميزة اقتصادية سياحية كخلق فرص عمل داخل. هذه النقطة الأولى. مثل ماذا في هذا الإطار؟ في مثلا عندك الحارات العمانية مثلا. نعم الحارات العمانية عندك، عندك مواضيع ثانية، عندك حتى موضوع المصانع اللي هو الصناعات التقليدية. حتى هل تعتقد في كل محافظة بحاجة القلاع إلى أسواق تقليدية مثل سوق مطرح مثلا للاستقطاب السياحي؟ هل تعتقد طبعاً بحاجة؟ نعم أنا أقول لك مثل سوق مطرح من الأسواق اللي هي يجب أن تتم تطويره حتى يكون هو كموقع سياحي. عندك في منطقة في بهلة مثلا من المناطق جنب قلعة بهلة اللي هي يجب أن تطوير هذه المنطقة حتى تكون رافد اقتصادي سياحي للمنطقة نفسها. عندك منطقة في نزوة، عندك بعض المناطق. لذلك أنا أعتقد نحن معنا وأنا أقول الحين يجب أن لا نتكل على الحكومة في كل شيء. يجب أن يكون المواطن والقطاع الخاص أن يأخذ مبادر بالقيام بالإنتاج الاقتصادي والعمل الجدي من خلال تكوين الشراكات داخل، ويجب على القطاع الخاص استغلال الوضع الموجود في المحافظات. اليوم في هذا البرنامج نحن ندعو الحقيقة القطاع الخاص وندعو المواطنين على الاتجاه إلى الاستثمار والاستهلاك والعمل الحر. العمل الحر واستغلال بمعناته استغلال الميزات النسبية الموجودة في المحافظة خاصة الجانب السياحي. وهذا نقول ان نحن النفط، انا اقول دائما النفط يجب ان يطلع من 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 راسنا، وان يجب نعتمد على مصادرنا الداخليه المستدامه وان تكون عمان، انا اقول لك عمان والسلطنه بها الخيرات وبها المكونات الاقتصاديه اللي تخلينا نحن على من اعتماد النفط نصاب، لكن كيف الذي لا يوجد في اي لكن يجب دولة في المنطقة. لكن كيف يتم اداره هذا الجانب وهذا الملف بطريقه ان نحن نحول الى عوائد اقتصاديه وقيم لصالح رفاهيه الفرد في السلطنه. سعادتك اذا تفضل. انا عندي ملاحظه على مساله الاستراتيجيات اللي تكلم عنها الدكتور احمد ودعوة القطاع الخاص. يعني في مشكلة عندنا أساسية أنه هذه الاستراتيجيات تظل أسيرة الوزارات وتظل غير معروفة عند القطاع الخاص، وبالتالي الاستراتيجية السياحية أو أي استراتيجية أخرى أساسا لا تنجح ولا تكون إلا بالتطبيق، وبالتالي تفعيل الشراكة وعرض الفرص، ولكي يعرف القطاع الخاص ما هي الفرص الموجودة بحيث أنه يكون بين القطاع الخاص والحكومة تكامل. وفي غياب هذه المسألة لا نستطيع أن نلوم القطاع الخاص. لكن مكرم حاتم، يعني هناك مستثمرون من خارج السلطنة الآن بدأوا في اتخاذ مواقعهم في المحافظات كما ذكرنا بعض الأمثلة في سياق هذه الحلقة. أليس من الأجدى أن يقوم القطاع الخاص خلال العقدين الماضيين بالاستثمار في المراكز التجارية مثلا؟ لا الأكيد جدا، ولكن نحن أيضا لازم نتساءل. يعني هي ليست مسألة نلوم القطاع الخاص العماني، ولكن هو تكامل، ليس يعني تكامل مهم جدا. نحن والشراكة الذي يشار إليها دائما، والأهم في ذلك يعني خلق البيئة المناسبة للاستثمار. نعم سعادتك، البيئة المناسبة للاستثمار من في ضوء خبرتكم في العمل بالمحافظات كيف ترون يعني الطريق الأقصر لها؟ البيئة المناسبة أنا حقيقة من وجهة نظري هي تسهيل الإجراءات. تسهيل الإجراءات ثم تسهيل الإجراءات ثم تسهيل الإجراءات. تفضلت قبل شوية وقلت أن هناك جهود تبذل وهي تبذل من الحكومة على مر السنوات، مثل ما تفضل دكتور هناك ندوات يصرف عليها بمئات الآلاف وفعاليات ودائما يعني موجودة، لكن كيف التطبيق؟ ما نشوف على أرض الواقع تطبيق. يعني الآن صنع القيادات اللي تفضلت عنها قبل شوية، احنا يعني في عمان ترى في شباب عندهم ابداعات يعني وعندهم خبرات، احنا عندهم خبرات فوق 30-40 سنة من الصفر بدوا يعني ما يقدروا هم يدلوا بدلواهم يعني بأفكار طيبة تجمع بين الحاضر والماضي. اليوم اذا كان الادارات الحديثة انت من خلال وجودك هنا تقدر تعقد حلقات في كافة دول العالم وانت في مكانك، ما تجيبنا حالنا احنا اللي هنا مثلا اذا بغيت تاخذ من اي دولة مثل ما هو حاصل معكم في شؤون الساعة تأخذوا عبر الدائرة المغلقة. اللي أقصد من هذا الإدارة الحديثة أنك أنت تقدر تشرف على الدوائر من خلال مكتبك، سواء كنت وزير ولا وكيل ولا شركة، وتعرف من هو المقصر ومن هو المثابر. ما يليق اليوم نحن بعد 45 سنة أنك أنت تصير تقدم خدمة وتروح لك أكثر من 5-6 جهات، كل جهة ترفض وذي توافق،
وذي لها راي ومعلق بشخص ما مداوم، لا الشخص هذا بعد اسبوع بعد اسبوعين، هذا المستثمر ما ابدا ما ممكن يتقبل هذا ولا يتصور. توحيد الاجراءات في نقطه واحده او محطه واحده بصلاحيات متكامله تقصد شيخ؟ يعني هي هي ما يعني محطه واحده حقيقه الان تفعل، ولكن ما تكفي. انا اذا كنت مثلا من ادم ومن الداخليه اريد هذه المحطه تكون تعمل لي عمل هو في مسقط، يعني مثلا إذا أدخل استمارة لطلب مسح تحديث كروكي لموقع أرض لرسم مساحي لقطعة أرض عندي، يقبلني ما تأخذ أكثر من 3-4 أيام. اليوم الواحد يقدر أنا أصمم استمارة وأقول أنه هذه المعاملة من خلال يعني تقييم هذا الأداء، هذه المعاملة من تدخل لين تنتهي كم يوم نريد لها نحن، على أعتبره معيار وألزم إداراتي الفرعية بأنه لا يعني ما أريد موضوع يتأخر عن 3-4-5-6-7 كم تريد، يقول لي أريد شهر، قل عندك شهر وعشر أيام، وضع معايير مرجعية لكل معاملة أليس كذلك؟ نعم، تطبيق ما يتم أخذه في الإدارة الحديثة على أرض الواقع. نعم على أرض الواقع. هل تعتقد الربط الإلكتروني يعني مشروع الحكومة الإلكترونية سيحل هذا الموضوع؟ لن يحل هذا الموضوع إلا إذا كان عملت هناك تقييم أداء ومساءلة على أي تقصير، أي تقصير، تأخر في الإجراءات، تأخر الإجراءات إيش سبب؟ اليوم أنت الأعمال اللي يقوم بكانوا 10 يقوم بشخص واحد، فما في مبرر إطلاقا أنك أنت يعني تصور أنا يعني في مسقط نمشي صباح، وقلت في مرة أنه بعض الإخوة عامل يبغى يعمل مشروع مواطن يبغى يعمل مشروع مطعم، يعني هذه اللائحة 6 أشهر معلقة مرة باسم ومرة باسم ثاني، يعني موضوع متأرقل بين 3-4 جهات ويدفع يعني 3000 ريال إيجار، فيعني انا اتصور انه يعني يستغرق وقتا طويلا، هناك جهود تبذل يعني لكن هناك يعني من المسؤولين يعني ونحن نعرف عنها، ولكن يجب تطبيقها والاشراف على تطبيقها يعني. نعم. طيب سعاده الشيخ، لكن هناك يعني طرح مشروع في الواقع، بيئه الاعمال هي نفسها، الجغرافيا هي نفسها، لكن تجد من يستثمر فيها مستثمرون من خارج السلطنة ونفس الإجراءات تنطبق عليهم، لماذا القطاع الخاص طالما نفس الإجراءات لا يقدم على اتخاذ القرار؟ بقول شيء من هذا المنظر، نحن يعني نحن كرماء للآخرين صراحة، يعني إذا قال مستثمر يعني يمكن بيجي تسهيلات أكثر من يعني من المواطن من القائم على أكثر من أنه يجد تسهيلات أخيه. أنا قبل شوية أقول اللي أيضا أعرفه أنا شخصيا وطلعت علي أن هناك كثير من التملك الغير مشروع بالباطن باسم مواطنين، وهي بنايات شاهقة دخلها ما يعني فوق 50-100 ألف شهريا باسم مواطن، ما حاله هذا المواطن يعني؟ فيجب أن نحن فعلا يحتاجنا تطبيق، يحتاجنا يعني شفافية أكثر، يحتاجنا مساءلة، يحتاجنا إشراف من القمة للقاعدة، يعني المسؤول تعزيز الشفافية في الأداء. تعزيز الشفافية في الأداء. نعم مكرم حاتم، يعني حاولنا في البرنامج أن نتحصل على بيانات واضحة حول أداء اقتصاد المحافظات، مساهمة اقتصاد كل محافظة في الناتج المحلي، لم تتوفر لنا هذه البيانات. برأيك ما مدى أهمية وجود قاعدة بيانية لكل محافظة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي على المستوى القطاعي في الواقع؟ يعني الميزة النسبية لكل محافظة متنوعة، وكما ذكر الدكتور أحمد هناك في شمال الباطنة ميزات نسبية، في جنوب الباطنة كذلك، الداخلية، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، صلالة، ظفار، مسندم، وهكذا في باقي المحافظات. كيف تعتقدون بأهمية أن تبدأ الجهات الإحصائية والدوائر الإحصائية ب يعني تأسيس قاعدة بيانية في هذا؟ توفر الأرقام والمعلومات مهمة جدا للقرار الاقتصادي. نعم. وللمستثمر. نعم. وللمستثمر بشكل عام. نعم. سواء كان لها علاقة بعدد السكان، سواء كان لها بعدد المدارس، نعم، عدد الكليات، المنطقة الصناعية، إيش المراكز التجارية المتوفرة، الترفيهية المتوفرة. نعم. أيوة، بحيث أن المستثمر يأتي ليكمل شيء آخر ولا يعيد شيء موجود، ويبني استثماره على حيثيات
معينة. نعم، وعلى دراسة جدوى وعلى أرقام وعلى يعني معلومات مهمة جدا موثقة، وليست معلومات ربما تكون قديمة أو غير محدثة، فبالتالي الأرقام مهمة جدا. وأعتقد أن المركز الوطني للإحصاء بصراحة قائم بجهد كبير في هذا الموضوع، ولكن ما عندي تفاصيل عن المحافظات بالضبط، ولكن بشكل عام المشروع يعني مشروع طموح جدا، ويدلي بالكثير من الأشياء والدلائل والمؤشرات الاقتصادية المهمة جدا للقطاع الخاص وللمستثمرين بشكل عام. نعم دكتور أحمد، في عملية استشراف البعد المستقبلي والتحليل الدقيق لجميع المتغيرات سواء المرتبطة بالنفط أو الاقتصادية الأخرى التي ربما العامل السياسي يتحكم في بعض مساراتها، كيف فهمتم الدلالات كباحثين اقتصاديين؟ طبعا اسمح لي في البداية أنا برد أود أعقب على أخي مكرم حاتم. أنا أعتقد أن سؤالك كان طيب، موضوع توفر البيانات ومركز المحافظات. من ضمنها نحن حقا نتمنى أن يكون المركز الوطني للإحصاء، وأعتقد أنهما قائمين الحين بالدور هذا، أنه على أساس أن تكون محافظة كم نسبتها من الناتج المحلي، كم مساهمتها في الاقتصاد الوطني. حتى الآن لا يتوفر لهم هذا الرقم، هذا لحد الآن ولا زالت في بعض في 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 مجال الدراسة لا زال. هل لديكم في المجلس آلة التخطيط هذه البيانات؟ هو الحقيقة لحد الآن لا يوجد بعض الأرقام، لكن هناك دراسات تقوم، هناك أعتقد حتى موضوع الخرائط الاستثمارية والمناطق الاقتصادية. وأنا حقيقة حسب ما نما علمي أنه هناك الحقيقة الحكومة تعتزم طرح الكثير من المشروعات، في مشروعات الكبيرة هي تتعدى 10 مليون فيما فوق في على القطاع الخاص، وأن هناك جهود كبيرة تبذل لتذليل الصعوب والإجراءات اللي قال سعادة الشيخ اللي هي الحقيقة فعلا موجودة حالا في أرض الواقع ولا مناص منها، والقطاع الخاص يتألم منها خاصة الإجراءات الإدارية في بعض الوحدات الحكومية الخدمية. وهذا أعتقد أنه هناك شكلت العديد من اللجان، وهناك في بعض حتى أعتقد في مكتب أنشأ في مكتب معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة لتسهيل الإجراءات كمرحلة أولى حتى تجد كينونة مستقلة تشرف على هذه تسهيل الإجراءات كلها، وتتشكل ثقافة لدى الدوائر التنفيذية لتبسيط الإجراءات. لكن على ما قل أنا أقول حاليا أنك أنت حتى توصل إلى هذه النتيجة، أنا أتمنى أن هم حتى سكان المحافظات نفس مواطن المحافظات يعني أنه هو يساعد على تنمية محافظته بالنفس، وأنه يستغل الطاقات اللي موجودة في تلك المحافظات ويشجع قيام الاستثمارات. النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا أقول أن حتى أنك أنت تكون اقتصاديات المحافظات أعتقد محتاجة إلى كثير من الميزات نسبة أن توفرها. على سبيل المثال أنك أنت لازم توكل على ممكن تجد مناطق اقتصادية متكاملة الخدمات، أنت لا تجد أنك أنت منطقة صناعية فقط لا تجد فيها منطقة ما فيها خدمات، يجب أن تكون هناك مناطق اقتصادية أو صناعية حقا فعلا تجد فيها كافة الخدمات لجذب الاستثمارات وحتى تسهل الاستثمار في تلك المحافظات، ما فقط أن منطقة صناعية فقط لا تكون كافة. ثانيا يجب أن تتم توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لنا مثل تسهيل الإجراءات حتى تعطي ميزة نسبية أكثر للمحافظات عن مسقط. يجب أن تنقل بعض المشروعات الصناعية الكبرى اللي هي تبنى في مسقط، على سبيل المثال نحن اليوم نناقش إنشاء جامعة وطنية في مسقط، أتمنى أن هذه الجامعة تنشأ في إحدى المحافظات ولو أنها قريبة من مسقط. هناك مشروعات الحين تناقش لإنشاء حوالي مسقط، لما قد نعمل عاصمة، لكن أنا أقول أعتقد أن مسقط العاصمة دورها هي كدور وصل لمرحلة كما من هو الحال مثلا كلية الأجيال في بهلة كلية الأجيال، وعندك أنت بعض الصناعات الثقيلة والكبيرة يجب أن يكون تم توزيعها حسب الميزة المسمية. عندك أنت يوم نشهد في منطقة الدقم، الحقيقة منطقة الدقم الصناعية ومنطقة الدقم الاقتصادية منطقة واعدة جدا، ومنطقة أعتقد ما تكون المناطق المنافسة في مجلس التعاون. كيف يمكن التسويق يعني حد مستوى البرامج التسويقية والترويجية للفرص المتوفرة في الدقم؟ هو أخي عبد الله، أنا الحقيقة ردا للأخ الدكتور أستاذي حاتم، أنا أقول أن هناك في موجودة بنية اقتصادية في بعض المحافظات. على سبيل المثال أنت في بعض المحافظات تجد المطارات موجودة، المواني موجودة، المناطق الاقتصادية موجودة، خلقتها الحكومة.
لكن أنا ما أن اليوم أنا أعتقد نعين القطاع الخاص أنه هو يستغل هذه الكينونات لخلقتها. اليوم عندنا تقريبا 6 مطارات إقليمية و3 مطارات دولية. عندك مطار في صلالة في ظفار، وعندك مطار في صحار، وعندك مطار في مسقط، وعندك مطار في أدم، ومطار في الدقم، ومطار. لذلك أنت أين القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحلي استغلال هذه المطارات وهذه الموانئ لتكوينها إلى عوائد اقتصادية؟ هل تلمسون حركة من القطاع الخاص للاهتمام باقتصاد محافظة مسندم بعد فتح السوق الإيرانية؟ هو اسمح لي الحقيقة، أنا ألاحظ أنا كمتابع وكباحث اقتصادي أنا أرى أن القطاع الخاص في هذا الجانب لا زال بعد في المراحل الأولى. على سبيل المثال الحين محافظة مسندم، أنت طبعا ذكرت محافظة مسندم، محافظة مسندم من المحافظات يجب أن تكون هي محافظة ذات ثقل اقتصادي كبير، لأن هي البوابة الرئيسية لبعض لإيران. والحقيقة الإيران استفادت استفادة كبرى من الاتفاقيات اللي وضعتها مع الدول الكبرى، والإيران الحقيقة والسلطنة عندها علاقات اقتصادية حسنة، وأتمنى من القطاع الخاص أن يستفيد من هذه العلاقات الاقتصادية لتكوين العلاقات وتكوينها إلى مشروعات. عندك سبيل المثال نحن علاقات اقتصادية معنا موجودة مع الهند، عندنا علاقات اقتصادية بالنسبة لميناء صلالة، لميناء صلالة وحتى ميناء الدقم، معناته عندك أنت المنطقة الحرة في المزيونة، عندك علاقات اقتصادية مع الصين، علاقات اقتصادية بعض الدول. أنا أقول لك بأمانة لا دفاعا عن الحكومة ولا عن، لكن الحكومة وضعت الأسس القواعد وعلى تنطلق معها القاطرة الاقتصادية. ولكن أنا ألاحظ الحقيقة مع احترامي الشديد على رجال الأعمال، يجب أن إذا كان هذا يكون جذب الاستثمارات من الخارج. لكن يتحدثون دكتور أن بيئة الأعمال محتاجة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات. لا، بيئة الأعمال نحن نشارك الحقيقة القطاع الخاص، وقلنا فعلا أن هناك بعض موجودة التعقيدات في الإجراءات ولازال، لكن اليوم نحن من خلال هذه البرامج التلفزيونية ومن خلال النقاشات ومن خلال مجلس الدولة ومجلس الشورى في تقدم في تفعيل أو بعد تبسيط هذه الإجراءات. لكن هناك إرادة واضحة الآن لإيجاد حلول لجميع هذه التحديات. أقول لك أنا اليوم الأخ عبد الله، مهما كان نحن اليوم عندما أنت ترى الجانب العمان، عمان تنوعها الإقليمي وتنوعها الجغرافي والبيئة الاقتصادي، أنا أقول لك شخصيا كاقتصادي ما أفضل من دول الجوار. نحن اليوم نتمتع بكافة المقومات في المحافظات، لماذا لا نستغل هذه النسبة؟ نحن حتى لو شفنا دول الجوار ما عندهم يمكن ما يوازي حتى 30% من المقومات الاقتصادية موجودة في السلطنة، لكن هناك في تفعيل فيها. لذلك أعتقد أن نحن التزكاه القادم لتفعيل الجانب الاقتصادي من خلال المحافظات ومن خلال المجتمع وتكوين الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة. ولكن علينا أن يعني نشوف أن القطاع الخاص يعاني من البيروقراطية في الحكومة، ويعاني من صعوبة الحصول على تراخيص. هناك تراخيص تأخذ 2 و3، وهذا في هدر للوقت، والقطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل كلفة كل هذه الأشياء في انتظار ترخيص. لكن دائما هذه هي المشكلة مكرم حاتم. نعم، هذه أحد المشاكل الرئيسية التي علينا أن نواجهها. مثلا الدقوم تخلصت من هذه الإجراءات جميعها، لكن القطاع الخاص نسبة استثمارات القطاع الخاص يعني محدود للغاية وخجول كما يوصف في الدقوم. لا، ربما يعني هنالك مشاكل أخرى في الدقم نتيجة لبعدها وعدم التعريف بالكثير من الفرص في منطقة صحار عزيزي. أيوة، ميناء صحار الصناعي مثلا منطقة نفس الشيء، قريبة على مرمى حجر من من مسقط، أيضا بعد تحويل ميناء السلطان قابوس كميناء سياحي الآن في جنوب الباطنة، مدينة لوجستية يتم ربطها بميناء صحار وهكذا. لا أخ عبد الله، اليوم أنا عندي مناطق اقتصادية، الروضة في عبري، هذه الروضة عندك أنت في مع الروضة في حدود الإمارات، مشروع عندك قادم، عندك أنت مشروع القادم غير موجود بعد ما بين السعودية وما بين عمان، غير بنى أساسية دكتور، ما فيها أي بنى ولا فيها تحديد، حتى الموقع لم يحدد. لا لا، موجودة خارطة استثمارية. عندك المزيونة، المزيونة من متى تم إنشائها؟ مساحات خالية، مساحات خالية. يجب نحن اليوم
ما استغلينا الوضع الحاصل اللي موجود. انا ادعو القطاع الخاص لاستغلال الوضع الحالي في اليمن الحين. اليوم جيراننا استغلوه اكثر ما احنا استغلوا، ونحن بحكم علاقتنا واحترامنا امام العالم وحبنا لعمان يجب ان يتحول الى اقتصاد هذا الجانب، إعادة الاعمار اعمال اعاده الاعمار حتى التصدير والاستيراد وانشاء المصانع وسوق القرن الافريقي. وسوق القرن الافريقي نعم. مكرم حاتم، ايضا المؤسسه العامه للمناطق الصناعيه انشات مناطق صناعيه متكامله الخدمات، بقيت مساحات كبيرة في هذه المناطق رغم أنها يعني مغلقة ومعززة بجميع الخدمات، يعني ما تزال فارغة من الاستثمار. ولكن أيضا عندنا مثل منطقة الرسيل الصناعية مكتملة، لا توجد بها أماكن، لا توجد بها أي مساحات، بالعكس هنالك يعني قائمة من الانتظار. نعم. فيما يخص بعض المناطق الصناعية الناجحة بشكل كبير جدا. نعم. هذا يعني اسمح لي أعقب، هذا مرة ثانية نرجع ونقول هي مثل ما تفضل الأخ أحمد أن هي تخطيط السليم. نعم. وضع خارطة لمقومات كل ذيك ووضع ماذا إيش إحنا نريد، يعني إحنا ستة مطارات، هذه الستة المطارات لو كان أحد مطار وليكن أدم أعطي شيء من الشركات، حتى الطيران الصغير. نعم صحيح. يعني تكسي صغير الطيران او اعطي يعني يوجد له اي شركه متخصصه تديره بيكون منه عائد يعني. نعم. هذه المدن الصناعيه اللي احيانا تنشا نفس الشيء تنشا وتصرف لها مليارات يعني نفس الشيء ينقصها اللي هو التخطيط السليم، ايش نحن نريد من نعمل هنا، وقبل لا نعمل نحتاج نعرف مين اللي هيجي يستثمر هنا وكم يريد من المساحه وما هي الخدمات التي يريدها. احنا احيانا نصرف مبالغ ليس منها عائد. نعم. احيانا انت يبغى لك صيانه بعد فتره وانت بعدك ما مستغل لها. نرجع مره ثانيه لتجميل مدينه مطرح يعني. انا يعني كشخص عادي اقول لست باقتصادي، لكن اقول 70 مليون يعني اللي مخصصه. نعم. للواجهه يا اخي تعمل لك هذه مدينه مدينه مثل سوق واقف مثل شيء من المدن في اللي هي النماذج اللي تحاكي المدينه القديمه التسويقيه تحاكي المدينه. نعم. نعم. طيب سعادتك باختصار لو تكرمت، ما الذي يؤمل من تجربه الشركات الاهليه التي بدات تتاسس في عده مواقع حقيقه في المحافظات بدعم من الحكومه كما اشرتم في تطوير اقتصاد المحافظات وايضا توفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات باعتبار أن التجربة بامتياز ذات نفع عام؟ أنا صراحة من المؤيدين بشدة. نعم. بقيام وتعرف أن نحن يعني اقترحنا هذا من يمكن حتى من 10 سنين يعني. نعم. أنا من المؤيدين لعمل شركات أهلية إقليمية قابضة مغلقة بحيث أنه تسند لها الحكومة وتدعمها مثل شركات حقول بأعمال وعقود. نعم. يعني مثل ما يعني أسلفنا سابقا ولتكن حتى الخدمات اللوجستية يعني اللي تقوم بها الآن الوزارات كالبلديات وغيرها يعني مثل أيضا إدارة النفايات مثل الصرف الصحي مثل المطاعم والمقاهي مثل التكاسي يعني وسائل نقل المدارس مثل كثير من الأشياء اللي ممكن تقوم الكسارات يعني البنية التحتية اللي هي الشوارع والمنازل البناء الإنشاءات والدخول يعني. في قطاعات إنتاجية اليوم مثلا في شمال الباطنة سهل الباطنة الخصيب المحمل بكل محافظة لها مميز التصنيع الغذائي. صحيح. الآن يذهب مادة خام إلى أسواق مجاورة ثم يعود مصنع يا رجال يعني يعني كرتون الطماطم ب50 بيسة ب100 بيسة في الذروة 50 بيسة 100 بيسة يعني عمان فيها خير بس احتاج نحن كيف يعني تمور اليوم نحن نستورد التمور من الجوار وتمورنا يعني وتمورنا يعني تحويل المنتجات إلى قيمة مضافة. صحيح. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، والدكتور أحمد بن علي المعولي المستشار والباحث الاقتصادي. مشاهدينا الكرام رؤية اقتصادية يواصل بث حلقاته عن اقتصادات المحافظات، ومحطتنا القادمة من أحد المواقع الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة حيث الزخم السكاني والمقومات اللوجستية والتجارية والثروة الزراعية والتعدينية والموقع الاستراتيجي لميناء صحار في أمان الله. Thank you.